الثعلب ده لقى المصور ده بالكاميرا بتاعته، والنهاية كانت صادمة. في البداية الثعلب فضل يزاول المصور ويلف حواليه في محاولة لاكتشاف البتاع اللي معاه دي اللي هي الكاميرا. فالمصور انتهز الفرصة وخد كام صورة للثعلب وعمل له فوتو سيشن معتبر، لكنه اتصدم بعدها لما لقى الثعلب بيعمل بيبي على الكاميرا اللي اتصور بيها. قولنا في التعليقات لو مكان المصور هتعمل ايه.